كافيين بعالم الطب، واليوم كثير من الناس بتعاني من ألم بالأعصاب ربما لعدة أسباب، منها نقص فيتامين بي 12 واللي هو من أهم الفيتامينات وضرورة للجسم، ويعتبر أيضا المكون الأساسي في خلايا الدم الحمراء والوظائف العصبية. اليوم نور رح نحكي عن أهمية هذا الفيتامين وضرورته ووظائفه بالجسم. أكيد رح نحكي عن موضوع يمكن الكل عم يعاني منه هلأ، آلام الأعصاب. اليوم نسمع مع البرد بتكثر آلام الأعصاب، آلام المفاصل. كنا عم نحكي مع الدكتور تحت الهواء، هي مواسم، حسب الموسم ممكن نقول انه في صحيح نسبة عالية من الناس تصاب بآلام المفاصل، وفي كثير نقط بنغفل عنها، بنقول هيدا الألم محمول، بنوصل لحالة حرجة، آخر شيء بنستشير الطبيب مع انه كان الحل بإيدينا، هو استشارة الطبيب أهم شيء بهي الحالة. لنحكي عن آلام المفاصل، الأعراض، الأسباب والعلاج مع الدكتور تامر تامر، أخصائي جراحة أعصاب والعمود الفقري، صديقنا الدائم من اهل البيت. اهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. يسعد صباح دكتور، اهلا وسهلا فيك. بالبدايه دكتور، هذا الفيتامين بي 12 ليش يلقب بتاج الفيتامينات بالجسم؟ هل هو لهالدرجه مهم؟ عرفنا عنه اكثر، حكينا عن وظيفته وعن ضرورته بالجسم. الحقيقه فيتامين بي 12 هو جزء من مجموعه كبيره من الفيتامينات الضروريه لوظائف الجسم وبناء الجسم. هلا لقب بهذا اللقب نظرا لاهميته الاساسيه ببناء الجهاز العصبي المركزي، ومثل ما قلتي كمان ببناء كريات الدم وارتباطه بفقر الدم. هلا السبب انه كثير شائع هذا الاسم عنا، يعني هلا بتلاقي ما قليل ناس تقول لك انا عندي نقص فيتامين اي مثلا، صح، قليل ناس تقول لك عندي نقص فيتامين اي. سبب انه امتصاصه له علاقه بالجهاز الهضمي بشكل مباشر، فاي خلل بالجهاز الهضمي بالمعده بينقص العامل اللازم لافرازه، بالتالي بينقص امتصاصه، بالتالي بتظهر اعراضه، فبالتالي هو شائع نقصه. يعني انه نلاقي مرضى عنده نقص بي 12 هو شائع بسبب انه ممكن يكون مرض صغير بالمعده مثل التهاب المعده اللي معظمنا ممكن على الاكل وعلى نمط الاكل يصير معه، فبيساوي نقص بي 12. اما انه انا كاطباء نحن نسميه تاج الفيتامينات، طبعا هذا التعبير خاطئ، لانه بالاخير اي فيتامين نقصه بكميه معينه عن الجسم ممكن يؤدي لاعراض اخطر من هيك. الحقيقه نحن اعراض نقص بي 12 بتتدرج من الاعراض الخفيفه اللي معظمنا عزاها بزمانه للبي 12، من الالام البسيطه، من الخدر والتنميل البسيط، لفقر الدم وما يرافقه من أعراض بفقر الدم، للوصول لإصابة الجهاز العصبي المركزي. يعني في بعض المرضى نحن اللي اكتشفنا عنده النقص الشديد بي 12 كان أعراضهم الأولى هي النسيان، ممكن نحن نتخيل نسيان، وحتى فقدان القدرات العقلية، يعني المريض تذكر في مريضة بزمانه شابة عمرها 18 سنة، هي بكالوريا لما راجعتنا كانت عم تراجع بقصة انه هي مفتكرة عمرها 3 سنين عم تصرف كطفل 3 سنين. بالدراسة والاستقصاء اكتشفنا انه عندها إصابة جهاز عصبي مركزي واللي هو الدماغ بنقص فيتامين بي 12. هذا اللي بدي اسالك عنه، يعني قبل ما نحكي عن الاعراض مفصلة، علاقة الفيتامين بي 12 بالاعصاب، يعني لما نقول هو نقص فيتامين هون عم نحكي عن مرحلة متقدمة، بس العلاقة الأساسية يعني شو الخلل اللي بيأديه نقص فيتامين بي لحتى يعطينا هي الحالات بي؟ هلا الحقيقه فيتامين بي 12 هو ماده تستخدم بشكل اساسي بتركيب الغلاف الذي يغلف الالياف العصبيه. الالياف العصبيه بتنقل اشاره كهربائيه، لحتى تحمي هاي الاشاره الكهربائيه من التشويش في الى غمض خاص بيعزل هالنبضات الكهربائيه عن النسيج المحيط اللي فيها، بالتالي بيامن سرعه مرورها. كل ما كان هذا النسيج سليم او هذا الغلاف سليم، كل ما كان سلامه وسرعه وصول هالنبضات اسرع. المركب الاساسي للميلانين، الميالين اسمه ميالين شيت او الغلاف الميليني، هو البي 12، المركب الاساسي اللي بيدخل بتركيبه اللي هو بينقص عاده اكثر من بقيه المركبات من البروتينات اللازمه. بالتالي نقص البي 12 اول شيء بيؤدي للضعف، هلا ما ضروري يكون في حاله مثل نقص حاد والاصابات المرضيه اللي بتظهر، احيانا نقص متوسط ممكن يؤدي للضعف بهذا الغلاف، فبيبلش يصير عندنا سوء بوظيفه الجهاز العصبي المحيط. من النادر جدا ينصاب الجهاز العصبي المركزي، بس ذكرناها للمعلومات الطبيه. طيب خلينا نحكي اكثر عن الاشخاص يلي عندهم امراض مزمنه مثل مرضى السكر، وبنشوف انه عندهم نقص بهذا الفيتامين بي 12 لانه بيعانوا من الاعتلال بالاعصاب، فشو علاقه الفيتامين بي 12 بالاعصاب؟
هلا هون بدي اميز شغله. هلا حقيقه مرضى السكري ما عندهم نقص بالبي 12، هن كمجموعه مرضى ممكن يكون عندهم نقص وممكن ما يكون عندهم نقص. مرضى السكري عندهم عدم استقلاب الجلوكوز بالجسم بيؤدي لمواد مؤكسده مثل السوربيتول، وهي بتاثر بشكل اساسي على النهايات العصبيه. نحن بنشبهها مثل ما تحطي سلك الكهرباء عليه نقطه اسيد فبيبلش يدوب، تشبيه ولكن هو الآلية غير هيك. هلا الحقيقة بهي الحالة ترميم هذا العصب بيحتاج فيتامين بي 12. في حال نقصه للبي 12 بيكون آلية الترميم فيها نقص، بالتالي بتتفاقم الأعراض. ليش عم نحكي هذا الحديث؟ دائما في ناس بتجي مع مرض السكر، والله أنا عم أخذ بي 12 بس ما عم أتحسن. هو لأنه الأساس أنت مريض سكري، أساس لازم ننهي الآلية الأساسية اللي صارت، نضبط السكر، نوقف عملية الأكسدة على الجذور العصبية، وبعدها نعطي الفيتامين بي 12 للرمم. يعني أنا ما فيني بلش عم ابني بناية، ما فيني أقول والله أنا جبت المواد البناء بدون ما أحط الأساسات الأساسية تبعها. طيب دكتور، خلينا نحكي عن الأعراض نقص فيتامين بي 12، لأنه دائما بنحكي معكم مع كل الدكاترة هو آخر خيار للأسف للشخص هو استشارة الطبيب، لأنه نحن نوعا ما بنحمل نفسنا آلام زيادة، إنه هيدا الألم يعني محمول إرهاق طبيعي. بتلاقي أحيانا ممكن يكون في بعض الآثار مثل إرهاق، قلق، ممكن هيك غباشة بالرؤية، بتقولك لأنه أنا تعبانة. في بعض المؤشرات لا، لازم أنا أنتبه لها، بعض الأعراض أقول لا في خلل هون لازم استشير الطبيب. هلا أول شيء الإرهاق والتعب اللي بيرافق فقر الدم اللي بيكون بنقص بي 12، هذا الأعراض الأشياء اللي ما حدا كثير بنتبه له. صحيح. إنه والله تعبان، الشغل ما عم أخذ كفايتي من راحة، لا هو أحيانا بيكون سببه فقر الدم اللي بيكون سببه نقص البي 12. بدنا نجي على الأعراض العصبية، هي أهم شيء الخدر والتنميل، إنه وبعدها بيجي مرحلة شواش الحس. يعني أنا مثلا تلاقي ست البيت اجت لعنا انه والله انا عندي بمسك كاسه من ايدي بتوقع، بمسك صحن عم اجلي ممكن يوقع، او حدا عم يكتب تلاقي عم نكتب الاول ورقه الثانيه ما عاد يقدر يكمل، يعني بلشت يفقد تحكمه بالالم. هاي الاعراض الخفيفه اللي هي خدر وتنميل، احيانا خدر وتنميل بدون اي منطق، مثلا بمنطقه معينه من الجسم نحن بنسميه خدر غير نوعي، يعني ما بيدلنا على اصابه معينه بالجهاز العصبي. هي بالمراحل الأولى. المراحل الثانية ممكن يكون عندنا خدر وتنميل دائم بالطرف أو بمنطقة معينة من الجسم بشكل دائم، بيزداد أثناء الراحة وبيخف أثناء الحركة. مرحلة متوسطة فينا نقول ولا بعد؟ هون ببلش المريض ينتبه إنه في مشكلة، إنه أنا عندي مشكلة. فهون معظم المرضى يا أما ببلشوا ياخذوا الفيتامين بشكل عشوائي يا أما بيراجعوا طبيبه. هلا في المراحل المتقدمه نحن بنوصل عنا ضعف بالعضلات وبالاعصاب، ضعف بالحركه حتى، وممكن مثل ما قلنا بالحالات الشديده انه يصاب الجهاز العصبي المركزي ويؤدي الى عقبيل خطيره. نحن هون نادرا نوصل لهي المرحله، معظم الناس بتراجعنا بالمرحله المتوسطه تبع الوجود خدر وتنميل او الام غير مفسره بالاطراف بشكل مفاجئ بعد ما كانت تدريجيا عم تطلع بشكل خدر وتنميل. طيب بالنسبه دكتور للتعويض عن نقص فيتامين بي 12 ان كان بالحقن العضليه او الحبوب الفمويه، اي افضل برايك اليوم؟ كم حقنه المفروض حسب العمر حسب الحاله بتختلف؟ هلا الحقيقه هون في شغله كثير مهمه. نحن حكينا انه البي 12 هو فيتامين قابل للانحلال بالماء. وامتصاصه له علاقة بالماء وليس بالدهون. فيتامين د كثير ناس مننا له بتشربه بيروح بحله بمي، وهو اساسا لا يحل بالماء، هو بده يكون مع وجبة دسمة. صحيح. فلما بده ينحل ينحل بمحلول دسم مثل الحليب مثلا. هلا مشكلة البي 12 انه يحل بالماء ولكن امتصاصه له آلية معينة. البي 12 لما بناخده نحن كحبوب كمركب فموي بينزل على المعدة، هون في مادة بتفرز في المعدة ترتبط فيه وبتمشي مع الفيتامين لآخر الأمعاء، في منطقة معينة بآخر الأمعاء بتمتص البي 12 للدم. هلا أي خلل بهذا المسار بيؤدي لنقص بي 12. أنا عندي مريض جاي عنده مشكلة بنقص فيتامين بي 12، أول شيء بدي أعرف ليش عنده نقص بي 12، هل هو نباتي؟ فبالتالي ما عنده مصادر
كبيرة للبيت مع هنن أكثر إصابة بهذا طبعا الفيجيتيريان هنن أكثر إصابة لأنه بيكون قليل استهلاكهم للحوم هو موجود أكثر شيء باللحوم صحيح البيت 12 فبالتالي أنا هون إذا ما لقيت سبب واضح لنقص البيت 12 بدي أفكر أنه في مشكلة في المعدة أو بطريق امتصاص لأنه في الناس يولدون وراثيا ما عندهم العامل اللي بيرتبط بالبيت 12 هذا الإنسان ليش نحن حكينا هالمقدمة الطويلة لأنه بدي جاوب على سؤالين مهمين هدول الناس ما بيستفيدوا إذا عطيتهم حب صح هدول حصرا بدنا نعطيهم حقا عضلية صح اثنين السؤال الثاني المهم أنه أنا إذا عطيت حقا عضلية زائدة شلون رح ينطرح الكمية أو إذا أخذناها عشوائيا مثل كل الموضة اللي طالعة في المجتمع هالأيام أنه بيت 12 هو الأساس فبالتالي كونه يحل بالماء فهو يطرد عن طريق الكلية بكميات كبيرة وهذا اللي عم يحمي كتير من الاستخدام العشوائي للبيت 12 طيب دكتور خلينا نحكي إذا بنقول على المدة الزمنية للعلاج يعني نحن حكينا عن أعراض فيتامين بي 12 حكينا أغلب الناس التي بيجوا بالمرحلة المتوسطة هون العلاج بيكون أسهل مختلف ولما تكون المرحلة متقدمة هون العلاج بيكون صعب آلية الشفاء بتكون تامة ولا لا بده وقت طويل عم نرجع للأساس حكينا نحن عم نقول البي 12 نحن بنستخدمه بالعلاج لشغلتين بحال نقصه بحال نقصه هو وهو كان سبب الأذية مثل ما قلنا هون نحن العلاج بيعتمد على معايرته والشفاء بيعتمد على مدى الإصابة اللي صارت صحيح يعني أنت كان عندك نقص بمادة معينة لتصنعي شيء فبالتالي أنا عم أعطيك هاي المادة لتصنعي هاي الشيء اللي كان ناقصك بس بالتالي نحن بدنا نعرف إذا هاي المادة أول شيء كافية ثاني شيء هل عندك المواد البقيانة كمان لحتى تصنعيها ولا لا بنقص البيت 12 بالأعراض المتوسطة عادة بيكون الشفاء تام أما بالأعراض المتقدمة الإصابات الدماغية عادة تموت بعض الخلايا ممكن يكون شفاء صعب هون ممكن نحن نعتمد على علاج فيزيائي وننتظر مدة طويلة يعني ما بكفي أنه ناخذ الإبرة اليوم نتحسن أعراضنا تاني يوم لا بدنا ننتظر للفيتامين يروح لمراكز الاحتياج ويغطي النقص وبالتالي ترجع تدور العجلة اللي كانت واقفة اثنين نحن بنستخدم بي 12 كتير حالات لدعم العصب مثل ما قلنا مرضى السكري مرضى السكري أساسا مو مشكلته النقص بي 12 مشكلته أنه بدهم بي 12 كتير لحتى يرمموا بمرضى الديسك نحن ليش بنعطي بمرضى الديسك بي 12 لأنه أساسا نحن صار في تخريش على العصب صار لازم يرمم نفسه صحيح. صار لازم نعطيه مواد الترميم والأسهل هي الاستخدام هو البي 12 وكمان في شغلة كتير مهمة هم بهي النقطة لازم نركز عليها انه نحن استخدام البي 12 بمرضى الديسك القطني هو لانه ظهرت الدراسة انه هو له تأثير مسكن وليس فقط مرمم للعصب يعني بيساهم بتخفيف الآلية الالتهابية بنعرف الآلام الشديدة للديسك صحيح نعم هو غير كافي لوحده طبعا صحيح. ولكن له جزء من العلاج طيب دكتور النسبة الطبيعية لوجود فيتامين بي 12 بالجسم زيادته عن حده ممكن يؤدي لآثار خصوصا مثل ما بنعرف انه فيتامين د زيادته ممكن تؤدي لكثير من الأضرار لا الحقيقة لك هو ميزته مثل ما قلت لك انا جاوبت على الجزء حتى ما هيد لهذا الجواب هون انه نحن دائما البي 12 لازم يكون ملي مول بين ال 150 لل 800 ملي مول على سنتي بعياره بالدم ولكن نحن الهامش الامان ممكن يرتفع الرقم لل 2000 هلا فوق ال 1000 بين 800 وال 2000 هو زائد عن الحاجه ولكن الجسم قادر على التعامل معه فوق ال 2000 بلشت تظهر عندنا اعراض التسمم بالبي 12 هلا اعراض التسمم بالبي 12 هو تشابه جدا اعراض نقصه يعني هون مشكله يعني هون المريض اللي عم ياخذ بي 12 عم ياخذ ابر وعم ياخذ حبوب والاعراض عم بتزيد لا هون لازم نعمل تحليل ممكن هو الانسان نفسه خاصه مرضى السكري تلاقيهم مثل ما قلنا ما عالجنا الاساس نحن عم نعطي المواد بس ما عم نعالج المشكله هون بهي الحاله لا منعاير ومنضبط الجرعات حسب الكمية اللي أخذها المريض هلا الحمد لله يعني هذا اللي عم يساعدنا مثل ما قلت بالاستخدام العشوائي إنه التسمم هامشه كبير التسمم أعراضه خفيفة بالأول ما كتير خطير يعني طبعا مراحل المتقدمة ممكن يكون كتير خطير
ويساوي اصابه بالجهاز العصبي، كان يؤدي لغسيل معده كمان احيانا اذا صار في تسمم. هي هون القصه، البيت 12 ما فيه تسمم حاد. اللي نحن بنشوفه بباقي الادويه العصبيه ما فيه تسمم حاد، انه اخذنا خط غسيل معده، لا هو بتراكم بالجسم بتطرحه الكليه، بتتراكم بالجسم بتطرحه الكليه، بس لما بيفوق قدرته على الاطراح بيطلع عنا اعراض لها. نحن مجرد ايقافه، يعني ايقاف المدخول منه، الجسم بيقدر يعوض ويخفف النسبه بشكل سريع. طيب دكتور، خلينا بما انه نحن عم نحكي عن الاعصاب، خلينا نحكي عن الام المفاصل. اليوم بالبردات يعني بتلاقي، كنا عم نحكي انا وياك تحت الهواء، هي مواسم، يعني بتلاقي الناس نوعا ما الام المفاصل هلا بالبرد بالشتاء بتزيد. بعض المؤشرات لنقول انه في مشكله هون، في خلل، لازم استشاره الطبيب، لانه دائما بنحكي انه استشاره الطبيب هي ضمن اخر الخيارات، مثل الألم محمول أم الألم فيني أتحمله. ألام المفاصل قديش مهم نحن نتوجه للطبيب، استشارة الطبيب اليوم؟ الحقيقة ألام مفاصل في البرد إلى نمطين. هلأ يا أما مريض عنده بالأساس التهاب مفاصل، وعنده بالأساس في عندنا الأربطة تبع المفصل فيها التهاب مزمن، بالتالي تعرضه للبرد بفاقم هالإصابة. صحيح. أما هو الأشياء اللي نحن كلياتنا ممكن المثل العام يقول برد بينخر العظم، هون نحن البرد بيأثر على الدوران، بالتالي بينقص من ترويت هي المنطقة، من ترويت المفاصل الموجودة بالجسم، لأنه الدم بيهرب لحتى ما تنخفض حرارة الجسم. هي آلية دفاعية من الجسم، بيسحب الدم من النسيج المحيط، سواء بالأطراف، بالجلد، بالوجه، البشرة، مشان ما يتعرض الدم لحرارة منخفضة جدا، بالتالي تنخفض حرارة الجسم. انخفاض حرارة الجسم خطرة كتير على جسم الإنسان، هي آلية دفاعية للحفاظ على حرارة الأعضاء الحشوية. هون نحن نقص التروية اللي بيصير بهي الأربطة وبهي المفاصل بيحرض أول شيء خشونة، ثاني شيء بيصير في عنا التهابات خفيفة بسيطة جدا، فبالتالي بيصير في عنا آلام، وكمان نقص الأكسجين اللي بيرافق نقص التروية بيساوي لنا آلام، فنحن بنسميها هي اللي بنسميها البرد بينخر العظم. هلا الموضوع انه امتى بيراجع المريض؟ هلا تكرر الاصابات، يعني احنا مريض عم يتكرر عنده تشنج برقبته كل ما طلع شوي على البرد، او حتى مو احيانا مو بالشتاء، يعني بكثير دول عنده الموضوع انه المكتب تحت المكيف، فبتلاقي الإصابة الأشعة هي إصابة العمود الرقبي ومفاصل الرقبة وتشنج عضلات الأكتاف بسبب تعرضها لهذا الكمية الهائلة من البرودة، وبالتالي عدم وجود دوران مناسب مثل ما بيقولوا في هاي المنطقة. هلأ هون نحن لازم نراجع الطبيب. دور الطبيب أول شيء يتأكد من سلامة هذا النسيج، أنه هو مجرد عم نعرضه لأجواء غير صحية، مو في شيء تاني مخبى تحت الموضوع، معارض بسيط. نعم. اثنين، نعطي شوية توصيات بهذا الموضوع. في كتير ناس ما بتنتبه على حالها، انه نحن في نقاط معينة لازم دائما ننتبه على تغطيتها حتى نحافظ على حرارة الجسم من دون ما نواجه مشاكل كبيرة مع البرد. دائما البرد هو بيعتمد بآلية الأذية تبعه على التنبيه المباشر للأعصاب، اثنين على سوء الدوران. تمام. بالنهايه دكتور تامر بدنا نشكرك كثير على كل المعلومات المفيده اللي اعطيتيها حضرتك اليوم. الله يسلمك وانا بتشكركم.